في موضوع في غاية الأهمية، وهو توافر بعض بين قطع الأراضي اللي هي كانت مملوكة للأهالي وتبرعوا بيها لإقامة جمعيات تعاونية زراعية أو جمعيات تعاونية استهلاكية وأصبحت غير مستغلة. هذه القرى محرومة من مكاتب البريد، من الوحدات الصحية، من مراكز الشباب، فإذا يمكن استغلال هذه الأراضي لتقديم خدمة للأهالي، لأن الأهالي محرومين من هذه الخدمة وهم بيعاني معاناة شديدة في الحصول على هذه الخدمة. أعتقد أن احنا أنا الأوان احنا نستغل هذه القطع وهذه الأراضي من أجل تقديم خدمة للمواطنين وللمواطن المصري. ده حقه على الدولة المصرية وحقه علينا جميعا أن احنا نستغل هذه الأراضي لخدمة المواطنين. حضرتك تقدمت بطلب إحاطة أو بطلب مناقشة عامة في الموضوع؟ تقدمت بطلب إحاطة للسيد وزير الزراعة السابق والحالي، واللي هو أشر أن طالما يمكن استغلال هذه القطع للنفع العام فإذا هو موافق، ولكن هناك إجراءات تعقيدية وإجراءات إدارية معقدة يجب القضاء عليها، وده اللي احنا بنعاني منه، والمواطنين كمان بيعاني من هذه الإجراءات المعقدة، لأن هناك بعض الفاسدين اللي هم بيحاولوا تعرقلة كل ما هو يحقق النفع العام للمواطن المصري.